فتعالوا بقى عايزين نعمل ايه بقى؟ بصوا حبايبي، هناخد كده ونعمل البطاطس الويدجز دي بطريقه سهله قوي. احنا عملنا قبل كده نوع منها، خلينا نعمل نوع كمان مع حضراتكم، تتبيلات مختلفه عشان هما ما يزهقوش. طيب بسم الله، عندي للبطاطس الويدجز بطاطس حسب الرغبه، هنتكلم على البطاطس اللي بتبقى حلوه يعني للتسويه. عندي نص كوبايه من الدقيق، عندي بابريكا، توم باودر، زعتر، كركم، نص كوبايه من الميه. دي بتتعمل كلها على بعضها وبتبقى زي العجينه كده بتنزل فيها وتتحط. احنا اللي قبل كده عملناها كانت دراي يعني ناشفه، يعني ايه، حطيت التوابل في بوله وعليهم زيت الزيتون ورحت منزلاهم فوق البطاطس وقلبتهم كلهم مع بعض، فبقت ويدجز خفيفه كده سريعه. دي تنفع للولاد قوي في المدرسه، هيبسطوا بيها قوي. دي نوع تاني هتشوفوا شكلها برضو، ليها كوتين كده وشكل، بس ايه، نديكوا افكار. هنعمل بقى هنا، هاخد الاول الحاجات الجافه على بعض وبعدين مش هحط الميه الا في الاخر لما نقطع الايه، البطاطس. تسلم ايديكوا، دي شكلها، بصوا ده شكل تاني برضو، يعني الحاجات دي بتبقى لطيفه للولاد قوي. حلو كده، هناخد شويه من الزعتر. التوابل دي بتبقى جميله، رشه الملح، رشه فلفل بسيطه. عايز اقول لكم الزعتر ده برضو فوائده جميله، بيقوي عضله القلب وبيقوي المناعه وبيساعد على الهضم. بصوا كده، عايز اقول لكم بقى لما بيتحط مع زيت الزيتون بيساعد على تقويه الذاكره بشكل قوي جدا وبيقتل فطريات المعده بشكل قوي جدا. بصوا، حط الثوم بقى، ده بيدي اصله تيست كده حلو. لو عايزين تحطوا اطعمه من السبرينجلز اللي بتتباع او اطعمه من اللي عند العطار بتتباع وحضراتكم بتحبوها، تحطوها في العادي على البطاطس العاديه مفيش مشكله، هتبقى اضافه جميله وهيتبسطوا بالاطعمه الجميله دي. بصوا كده، بعمل بس المكروني كده، بصوا بدات خلاص اهي تاخد الشكل، وانا بقى ولا هقعد اسلق ولا هقعد ايه، يعني اخد وقت في ان انا اصفي واطلع مصفى واصفي من المصفى، صح كده؟ بنحاول نسهل لان انا عارفه ان كل الماميز بيرجعوا عندهم يعني مرهقين وداخلين بقى على الهوم ورك وعلى الحاجات اللي هنقعد نعملها دي، فربنا معاكم جميعا يا رب. هاخد بقى هنا، خلي البوله دي، مش عارفه هي ورايا ورايا البوله دي ليه. طيب هاخد كده صاج وهاخد البوله دي هربانه من مكان انا مش عارفه راحت جت منين، وهاخد الكاتنج بورد وهعمل كده. البطاطس ممكن ناخد دي، بنغسلها طبعا ونقشرها كويس جدا، يعني ننظفها حلو بفرشه كده للخضار لازم. بسم الله الرحمن الرحيم، فكروني باللي في الفرن يا اولاد، ها اهو، و في الفرن حاجات ومحتاجات. حبيبتي اهو، شايفين كده، شكل لطيف. نقول اصلها ولو ان انا مش، بس ماشي يلا عشان خاطرك. بيقولوا ان البطاطس دي بيرجع اصلها لمدينه اوهايو. اوهايو، اصل انا ما اعرفش غير اوهايو جوزايمس بالياباني. صباح الخير بالياباني. طيب اوهايو في الولايات المتحده وليها اسم تاني اسمها جوجوس. ايه ما اعرفش جوجوس دي، جوجوس دي لازم نشوف جوجوس دي يعني. نيهاو، نيهاو دي بالصيني، نيهاو بالصيني، لا اوهايو بالياباني. حاضر يا حبايب قلبي والله. انت عارفاها بالكوري؟ انا اوكي، لا انا كفايه عليا الياباني بصراحه. ابني اللي بيحب الصيني قوي، ما اعرفش ليه بس ماشي. اهو شوفوا بطاطستين غرقوا الدنيا. مكرونه اهي بقت تمام، هناخد بقى شويه الميه دي. انا دهنه هنا ورق الزبده، نشيل بقى اللي في الفرن ده عشان تمام. الله الله على الريحه والله على الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. صحة وهنا. حاضر، جناح وبطاطسية ماشي، يلا بينا. هناخد بقى هنا
بسم الله. هناخد بقى هنا على الخليط الجميل، حطينا عليه اهي، بصوا شايفين الاجنحه جميله ازاي، جميله جدا جدا وظريفه قوي، ولما بتبات كمان بتبقى حلوه وطعمها حلو ظريفه. بسم الله، يعني لو حطت في الثلاجه وبقت ساقعه بتبقى ليها طعم حلو، مفيش حاجه بتبات بيقولوا. اه ماشي خلاص تمام. هناخد بقى شويه ميه تانيين، خليني ازود شويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاه يبقى خليط، عارفين عاملين زي ايه، زي عجينه الكريب كده. حاضر اهو شايفين كده، الخليط ده جميل قوي، تقدروا تعملوا فيه الاونين رينجز كمان وتقلوها، بس حطوا معاه معلقتين نشا من الخليط الحلو كمان اهو. حطينا الملح والفلفل، حطينا الزعتر، حطينا كل التوابل، نزلوا كده كمان المقادير بعد اذنك يا ندى كمان مره عشان اصدقائنا، عشان نبقى احنا كده عملنا اللي علينا، والباقي بقى على ربنا سبحانه وتعالى. اهو ناخد شويه شويه، شايفين المقادير اهي، دي التوابل اللي انا حطيتها في البابريكا، في البطاطس الويدجز دي، وانا قلت لحضراتكم ان اللي فاتت انا عملتها بزيت زيتون بس وشويه توابل خفيفه على الجاف، ما عملتلهاش الخليط ده اللي هي بتنزل فيه. تعالوا بقى بسم الله، هاخد كده اقدمها عشان نبدا ايه مكرونه كمان نقلبها. بصوا كده كده بالزعتر كده بيدي طريقه جميله جدا وريحه حلوه، تحسوا كده ايه تعمل ريحه جميله في البيت بصراحه، بتبقى حلوه قوي. الولاد حتى لو بيذاكروا وقعدوا ينقنقوا كده، وطبق جنبيه فيه شويه خضار سناكس كده ياكلوها، ويا سلام لو طبق فاكهه لو لسه بعد الغدا بشويه كده ماشي ساعتين ولا حاجه يبقى جميل. ووصبوا يا جماعه على التمر الصبح، الولاد فيه ولاد انا بشوف ولاد والله ما بتفطرش بس لازم ياخدوا اي حاجه الصبح، فلو حتى ثلاث تمرات ولا حاجه الصبح هتبقى تمام، يعني تديهم بس طاقه وتظبطهم كده. ماشي حبيبي اهو شايفين، تبقي اهو، والمكرونه شغاله جنبي زي ما حضراتكم شايفين، قربت خلاص تستوي. شايفين ازاي؟ تسلم ايديكوا حبايبي والله يا نهار ابيض، تسلم الايادي، شكرا ليكوا. يبقى احنا عشان نقول لاصدقائنا احنا عملنا الاجنحه، خليني انزل برضو تتبيله الاجنحه يا نودي بعد اذنك، عشان ايه اصدقائنا لو لسه منضمين للفقره وعارفين ما شافوش احنا عملنا ايه في الاول. احنا عملنا التشيكن وينجز دي اللي قدام حضراتكم اهي، وعملناها بوصفه بسيطه قوي قوي قوي، تتبيله جميله جدا تصلح لاي حاجه بالفراخ، وعملنا المكرونه دي في نفس البان بتاعتها من غير سلق ولا حاجه، بالليمون وصوص الليمون اهي. بصوا خليني بقى ايه اهي، ايوه كده عشان تصلصل بقى معايا، هو ده شايفين، مع الفلفل عصير الليمون كوبايه المرق، وهنغرفها بقى دلوقتي، وهدخل مع حضراتكم دلوقتي بس الويدجز دي اللي احنا عملنا ليها كده زي تتبيله، مش تتبيله زي كوتين كده من بره صوص كده اهي، هندخلها مع بعض الفرن وهنسيبها 15 دقيقه تاخد اللون، ونطلعها مع حضراتكم تشوفوها حاجات مشويه صحيه في الفرن. عايزين تستخدموا مكان الدقيق تحطوا مكانه مثلا دقيق شوفان مفيش مشكله، عايزين تحطوا مكانه معلقتين نشا برضو مفيش مشكله.